بيئة وصحة. قضايا البيئة وعلاقتها بالصحة في برنامج بيئة وصحة على إذاعة الحياة الفم. السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج بيئة وصحة، البرنامج الأسبوعي اللي يعنى بمشاكل البيئة في تونس والقيروان والعالم. اليوم باش نواصلوا حوارنا مع رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان المهندس الفلاحي يوسف خليف، اللي بدينا معاه منذ الحلقة الفارطة حديثنا على مشاكل البيئية في القيروان ومقترحات جمعيته كمشارك وكفاعل في المجتمع المدني لإيجاد حلول للمواضيع البيئية في القروان. الحلقة الفارطة حكينا على مشاكل الأراضي الفلاحية والحلول اللي تنجم تعاون باش تحسن من وضعية الأراضي الفلاحية في القروان اللي هي ولاية فلاحية بامتياز، واليوم باش نواصلوا الحديث على مواضيع أخرى في البيئة في القروان واللي هي النفايات. مرحبا بك سي يوسف. شكرا أخت سمية، شكرا مجددا لإذاعة حياة فهم على الدعوة وعلى اهتمامها الدؤوب بشأن البيئي سواء كان في ولاية القيروان أو خارج ولاية القيروان. ملف النفايات والأوساخ في القروان ملف كبير وملف طويل الأمد، ديما عن المشكلة هذه متاع الوسخ في شوارع القروان، في الأماكن خلينا نقول الأماكن اللي هي معروفة ولا الأماكن التاريخية نلقاو فيها الأوساخ في الطريق في الشوارع. الزبلة تقعد برشا أيامات باش تتهز، أحيانا الناس تتشكى ديما من ناموس من نفايات من برشا مواضيع أخرى. كيفاش تشخص الوضعية متاع النفايات في القروان؟ والله صحيح يعطيكم صحة، حطيتوا الأصبع على معضلة ومعضلة ولو أنها ما تخصش ولاية القيروان أو مدينة القيروان، هي معضلة ما تطلبش تشخيص، لأنه التشخيص قاعد كل فرد قاعد يقوم به كل صباح وقت اللي يحل عينيه من النوم ويخرج من داره، وقت اللي يتعدى من نهج، وقت اللي يتعدى من شارع، وقت اللي يتعدى من حديقة عمومية، وقت اللي يمشي المكان عمومي، وقت اللي معناها مشكلة النفايات هي معضلة ومعضلة لابد من التصدي لها. التصدي لها ما يكون إلا بوضع رؤية مستقبلية، وهذا اللي ناقص بلادنا، ما تماش رؤية واضحة المعالم. بالتوازي مع الرؤية لابد من إرادة، وهذه زادة ناقصة. بالتوازي مع الزوز هذوما الرؤية والإرادة لابد من انخراط مجتمعي لمجابهة المعضلة هذه. هذوما ثلاثة ركائز، إذا كان ما نعملوش عليهم ما نوصلوش حتى للنتيجة. هو اللي سامحني، والإشكال ما زال يتفاقم وانعكاساته ما زالت تتكدس وما زالت تضر، وهذا اللي معناها شعرنا به نحن. من أجل ذلك وفي مستوى الهيئة المديرة نتاعنا تاع الجمعية شعرنا بالخطر هذا، والخطر ناقوس الخطر هنا سمعناه دق في صفاقس، دق في جربة، دق في في أماكن عديدة. نحن منذ يعني خريف 2019 قررنا وأنه نتدخل على مستوى بلدية القيروان ونعد استراتيجية يعني للتصرف المستدام والمندمج في النفايات المنزلية وما شابهها في بلدية القيروان مع أفق 2030، وحذرنا ما يلزم لذلك حتى من التمويل، ولقينا شركائنا مشكورين المكتب الفيدرالي للغابات بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أقنعناه وأنه لابد من وضع استراتيجية في هذا الغرض لصالح بلدية القيروان، وانطلقنا في العمل من إعداد معناها كراس شروط للدراسة هذه، وقمنا بالدراسة هذه وتم إعداد الاستراتيجية هذه واللي انبثقت. حصلتوا على منحة مالية قدرها 28,500. هذه الأخرانية، أما سبقها 20,000 وسبقتها 25,000،
لإعداد استراتيجي 28500 دولار الرقم ما كانش واضح قدامي. هذوما 28500 هذوما الاخرانيين نقول لك واش خدي هذه اخر حاجه هبطوها هذه اخر واحده هذه داخله في اطار الشفافيه الماليه في اطار الشفافيه نحن كل فرانك نعملوه باعتبار نطبقوا بحذافيره المرسوم 88 منظم للعمل الجمعياتي كل ما يجينا فلوس من الخارج نهبطوا في الجرايد نهبط نوع المول سيد كاتب عام الحكومة بكل ما يلزم في إطار الشفافية وفي إطار كل ما يقتضيه الأمر تطبيقا للمرسوم 88-2011 منظم العمل الجمعية بالفلوس هذه شنو ناويين تعملوا في نحن الكل. شوف نحكي لك على الفلوس السابقة نحكي لك على الفلوس السابقة الفلوس السابقة عملنا بها استراتيجية دراسة استراتيجية وضحت المعالم نبثقت على الدراسة هذه برنامج تدخل لغاية 2030 فيه ما يقارب 39 مشروع أو إجراء أو يعني تدخل لابد من تنفيذه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية هذه وتم مد الجمعية قامت بمد المجلس البلدي نهار 12 جويلية 2021 بالدراسة الاستراتيجية هذه رسميا سلمناها للوحدة وهذيك مساهمتنا عندك رؤية عندك محاور تدخل وعندك برنامج تدخل ل 2030 حتى نتقي ونبتعد على الارتجال في موضوع التصرف في النفايات اللي هو مثقل كاهل البلدية تعرف النفايات ايش قاعدة هي قرابة في 40% من ميزانية التصرف البلدية والنتيجة هكا تشوفها ما ثماش حتى نتيجة معناها ليش لأنه ثم خلل في التصرف ثم خلل في اختيار معناها السبل حل المشكل وهذا كل وضحناه في الاستراتيجية وواضح المعالم نورسي بلون كما يقول الفرنساوي عند البلدية ومع برنامج التدخل بس كيفاش لهك كيفاش باش يكون التدخل انا قلت لك ثم 37 برنامج او مشروع مضبوطين حتى 2030 باش تقوم بهم البلدية لإحداث هالتصرف تكثيف تقصد أنت تكثيف في التدخل في, 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 في جوانب أولا تنظيمية لابد من فيه جوانب فنية خاصة في جوانب مالية هذوما كل محاور وفي جوانب زادة اتصالية لابد زادة من أخذها بعين الاعتبار وفي كل باب من الأبواب هذه ثم مشاريع مبوبة ومشخصة وقابل للتنفيذ بعد معناها تعميق الدراسة في ونحن موقفناش لحد هذا قلنا مش ننطلق في تنفيذ الاستراتيجية هذه باش مش نخليه البلدية وحدها وبموافقة ومشكور كذلك الشريك متاعنا في المكتب الفيدرالي للغابات اقنعناه وانه صحيح عملنا استراتيجيه البلديه ومش نقعدوا نتفرجوا عليها نبداو نحن في التنفيذ ننطلق في التنفيذ انت خيرونا قالوا به من 37 خذوا زوز عناصر ونمولوكم فيها باتفاق دائما مع البلديه قبل ما فوتك ساعه الاستراتيجيه راهي تعاملت بصفه تشاركيه مع البلديه ومع لانجيد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فهمت ولا ومع زاد جمعية شركتنا هي جمعية لا إله إلا محمد رسول الله مش مشكلة نجم الديمقراطية المحلية بالخيرات دونك ثم معناها عمل تشاركي وعمل معناها قمنا به بتشاور ما بين كل الأطراف المتدخلة الفلوس اللي تحكي عليها هذيك اللي جاتنا توا باش نبداو في تطبيق زوز عناصر من برنامج العمل
العنصر الثاني الأولاني هو يتعلق بتأهيل وترشيد مسالك جمع النفاية. هذه مش تقع في دراسة معمقة اللي مش تخول لنا باش تنظيم التجميع النفاية، رفع وجمع النفايات. هذه دراسة باش تدخل فيها حتى من يعني أمور معلوماتية وإعلامية، مش تدخل فيها التجهيز، معناها تجهيزات مختصة لرفع النفايات، ودراسة ضافية شافية لابد مش نعدوها، وبقدرة الله زاد ناويين حتى باش نشوفوا التمويل للتنفيذ. عنصر ثاني ومكون ثاني باش نقوموا به هو الإحاطة الفنية للبلدية لهيكلة وتنظيم القطاع الموازي اللي يرفع في النفايات، اللي ما نعبروا عنه نحن نسمو البرباش، اللي هما زادة راهم عندهم ضلع كبير في تفشي ظاهرة التلوث من جراء ثم إحاطة فنية للبلدية. خويا يلزمنا نشوفوا لهم حل كيفاش ننظموا البربشه هذوما، كيفاش ننظموهم، كيفاش يساهموا في تلوث البيئي، معناها هما يشوفوا الحاويات ويخليوا انت حط ساشي انت ربع ساعه تلقاه محلول ومفرت في 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 الكياس، وخطاطس وحشاك وكلام تعمل فيه الواش هو خاطر باش يهزك الشقف نتاع دبوسه ولا يهز نتاع. هنا دور المواطن اللي نجم يسهل على الناس هذوما اللي هما بطبيعتهم داخلين في الدوره الاقتصاديه نتاع البلاد، يحطوا البلاستيك وحده والخبز وحده. هذايا مش نعملوه، ثم مشروع نموذجي باش نقوموه، هذا العنصر الثالث وداخل هو في البرنامج الاولاني مع المكتب الفيدرالي. هو في حي اشبيليا باش نعملوه حي نموذجي، ثم دراسه قاعدين قائمين بها ان شاء الله في اخر الشهر هذا نتحصل عليها، لادخال الفرز الانتقائي من المصدر للفضلاء. من المواطن هو اللي يقوم بفرزه، من الدار لميناجير، معناها صاحب البيت او صاحب البيت فهمت ولا، يولي يخرج كما قلت البلاستيك وحده، الخضره وحدها، الماكله وحدها فهمت ولا. هذا مشروع نموذجي ان شاء الله مش نقوم به في 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 القريب العاجل. دائما زاد نحاولوا باش بالاستشاره زاد مع اصحاب الحي، وهذا اللي صاير في العالم البر، العالم المتقدم وحكينا عليه في برنامج بيئه وصحه مع عديد خبراء البيئه، انه الزبله يلزم تتقسم على ثلاثه حاويات، حاويه فيها الفضلات نتاع الاكل، حاويه فيها فضلات العاديه اللي هي كذا، وحاويه فيها حتى المواد الالكترونيه والمواد المخرجيه، ما يسمى بالنفايات الخطره. النفايات الخطره هذيك زاد لابد له. دونك هذوما معناها يعني توجهات، و لابد وانه نغمس فيها نبداو، ما عادش وقت. ناس فاتتنا، ناس ولات تحكي على زيرو كربون، وناس ولات تحكي على زيرو ديشي، زيرو ديشي. ودول الاخرى ولات تشري في النفايات خاطر ما عادش عندها نفايات، والنفايات هذيك هي تعاود تصنعها وتعاود ترسكلها هذه. وثم يعني توجه اخر، وانه يلزمنا نحضروا الأرضية من توا لإعادة تدوير وتثمين النفايات. إعادة تدوير وتثمين النفايات راهو في العالم أصبح مصدر ثروة، مصدر ثروة وقولها، وكل معناها ما تأتي الكلمة من 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 واحد من معنى. النفايات راهي ولات مصدر ثروة عند اللي يعرف يعيد إذا دوران، وعندي اللي يعرف يثمنها. من ذلك نحن الجمعة اللي فاتت بركة قدمنا شوط في مركز معناها صنع الكومبوست، يعني المواد العضوية هذه في في سوق الجملة بالقيروان بالإعانة مع التعاون الألماني، وهذاك زاد يلزمنا نطوروه ويلزمنا نكبروه
باعتبار وانه نهيك وانه 60 الى 65% من حجم النفايات المنزليه هي مواد عضويه. ونربط هذه لو المواد العضويه هذه تتجمع ويقع معناها تخميرها ويقع معناها تولي سماد عضوي ونربط به مع اللي تحدثنا فيه في الاسبوع الماضي حلقه الفارطه لتطعيم الاراضي الفلاحيه نتاعنا اللي اصبحت تفتقر للمواد العضويه. نحن في مدينه يعني الحلول بيدينا نجم 80,000 طن سنويا من النفايات اللي تخرج من مناديب القيروان في القروين 80,000 طن. 60% معناها 48,000 طن 50,000 طن من يعني المواد العضويه اللي نجم معناها نعيد معناها استعمالها ونعيد معناها تثمينها. اش معناها ثم امكانيات الحلول موجوده اما التطبيق هو بالحق. أيوة. اللي هو صعيب خاطر ما فماش اراده والرؤيه كما قلت لك المره الاولى ثم رؤيه واراده وننطلق وتشريك المواطن بكل الطرق تحسيسه بتحفيزه بتشجيعه لانه يلزم هو يشارك. ما شاركش هو رانا ما نوصلوش حتى اذا كان نوصل لنصف الاثنين. ودوركم انتم اكيد كمجتمع مدني بما انه ما لقيناش مثلا السلطه ماهيش متجاوبه ماهيش تخدم على تخدم بالشكل الامثل اللي احنا حشتنا به. ما زلت التجربه نتاع اللامركزيه ما زلت تجربه جديده وماناش عايشين توازن نتاع حكم محلي فعلي كما حبينا نوصلوا له. دور المجتمع المدني لهنا انه هو يدفع نحو التوازن البيئي نحو القضاء على الظواهر هذه انه يوعي قدر المستطاع بالمشاكل البيئيه الموجوده. خاطر النظافه ما عندهاش علاقه بالبلديه كهو. النظافه ابدا يلزمها تكون عمليه مشتركه. ان شوارعنا مسخه وين الدور تلقى الاوساخ معناها مرميه في الشارع وملقاه في الشارع بشكل غريب وبشكل معناها الحقيقه مبالغ فيه. هذه دور اكثر من طرف دور اكثر من جانب. صحيح صحيح تصديق قولك وانه هذا عمل مشترك لابد وانه كل الاطراف تشارك فيه وكل الاطراف اولا الساعة تكون واعيه به وتكون عندها وتكون عندها معناها الاراده. عندكم خلاف المشاريع اللي حكينا فيها عندكم مشاريع اخرى كجمعيه في ناشطه في المجتمع المدني ناشطه اساسا في المجال البيئي في المستقبل نختموا بالحديث عليها. نحن في العنصر الثالث او المحور الثالث اللي نعمل عليه هو الطاقات البديله والطاقات البديله اللي فاتتنا فيه عديد البلدان حتى اللي عندها شح الشمس وتطورت وقدمت تستغل فيه وتستغل رغم اللي نحن عندنا طفرة من الموارد الشمسية. فهمت ولا نحن من ديجا أسخن ولاية في الصيف مثلا. أيوة. نحكي هذا بصفة عامة حتى على الجمهورية التونسية. فهمت ولا عديد البلدان بلدان اسكندنافيه ولا تحكي على الطاقه توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه والفوتوفولتايك وتحكي على ونحن اللي معناها شمسنا تكاد تكون صباحا ليلا في كل الفصول موجوده. فهمت ولا وما زلنا الى متى فاش نستناو هذا زاد معناها محور اخر لابد وانه ننطلقوا فيه. عندنا فكره مشروع ربما ان شاء الله ربي يعاوننا عليه ما زلت بعد مش نبداو او خذات البلديه صحيح مش يقع تجهيز بعض المصالح نتاعها بالطاقه الشمسيه هذا في 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 اطار مشروع التحالف البلديات من للطاقه البديله للتنقل تشرف عليه الوكاله الالمانيه هذا تقريبا. فهمت ولا هذه ان شاء الله بوادر نبداو بمؤسسات الدوله بالبلديات نبداو بمؤسسات الدوله ومن بعد اذا كان معناها امكن اذا كان لا في انتاج الطاقه
لانه الطاقه الاحفوريه راهو بدأ العد التنازلي تاع الاضمحلال نتاعها. واحنا مواردنا الطاقيه محدوده جدا. ايوا يعني ديجا يلزمنا نفكروا ان نلقاو حلول. جانب اخر زاد لابد من اعداد العده ليه، وان شاء الله ربي وفقنا لما فيه الخير. شكرا لك سي يوسف خليف، كنت سعيده جدا باستقبالكم بالحديث معك في المواضيع هذه، المواضيع البيئيه اللي هي بالحق من المواضيع الحارقه وزلنا نحكيو فيها، واللي هي في علاقه بالتنميه، اللي يحب يعيش عيشه جميله وعيشه فيها تنميه مستدامه وفيها خلينا نقولوا حياه للشعب تكون كريمه، يحكي ويحل المشاكل البيئيه اولا. رئيس جمعيه حمايه الطبيعه والبيئه بالقيروان سيد يوسف خليف، شكرا لك على انك كنت ضيف اليوم في بيئه وصحه. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا واستمعتوا لنا على 93. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي. بيئة وصحة، قضايا البيئة وعلاقتها بالصحة، في برنامج بيئة وصحة على إذاعة الحياة الفم.